نروح لمتابعة أخرى مهمة، ساعات بتفصلنا عن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ12 واللي بيستمر خلال الفترة من 4 ل 8 نوفمبر الجاري. اختارت الأمم المتحدة مصر لاستضافة المنتدى تتويجا لما قامت به الدولة المصرية من جهد كبير واهتمام بالغ لتسريع وتيرة التحضر والاستدامة وبناء مدن ومجتمعات جديدة متكاملة. إذن الحكومة المصرية بتكثف من استعداداتها لانطلاق فعاليات المنتدى الحضري غدا بإذن الله، وأعلنت وزارة النقل اليوم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتوفير وسائل نقل حديثة صديقة للبيئة عبر تشغيل 100 حافلة لنقل الرواد بالمجان. ننضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني استضافة مصر لهذا المؤتمر أو المنتدى المهم هو بيأتي تتويجا لجهود الدولة المصرية واهتمامها البالغ بتسريع وتيرة التحضر والاستدامة في بناء المدن. تقييمك لجهود مصر في هذا المضمار تحديدا؟ يعني بالتأكيد الحقيقة، يعني فكرة أنه المنتديات الكبرى الدولية التابعة للأمم المتحدة أو المنتدى التحضر وغيره المنتدى الحضري، اعتقد ان هي فكره مهمه وترتبط بطموحات الدول العربيه وقدرتها على بناء سياقات تستطيع من خلالها استضافه هذه المنتديات والمؤتمرات اللي ما كانتش الحقيقه موجوده. يمكن مؤتمر المناخ كاب 27 واستضافته في مصر، ثم السنه التاليه كان في الامارات العربيه المتحده. الحقيقه دي مصر كانت بادئه في هذا الامر، وزي ما انت اشرت في السؤال بالفعل مصر بتقدم تفاصيل مهمه. يعني فكره المناخ كانت تبدو احيانا ان هي فكره طرفيه شويه ومرتبطه بالدول الغنيه، اتضح انه تاثيراتها على افريقيا وعلى دول العالم الثالث والدول اللي اقل مشاركه في الانبعاثات اخطر، وده اللي نبهت اليه مصر اللي كانت اول دوله عربيه وافريقيه تضيف المنتدى تغير المناخ. نفس الشيء الحقيقه في المنتدى الحضري العالمي، اولا هو دي الدوره الـ12 واول فعاليات ليها كان في 2002، والحقيقه اول دوله عربيه استضافته كان في ابو ظبي قبل كده، ثم النهارده بنتكلم اول دوله عربيه برضو يعني وافريقيه مصر بتستضيف هذا المنتدى. اعتقد ان هو الثاني في افريقيا لانه اول دوره عقدت 2002 في نيروبي. وكمان الحقيقه فرصة مصر انها تستعرض تجربتها في التنمية والعمران مشروعات مختلفة، وكمان مثل هذه المنتديات الحقيقة بتكون فرصة كمان لطرح التساؤلات الخاصة بالمناخ، التساؤلات الخاصة بالطاقة الخضراء، التساؤلات الخاصة ببنية أساسية وحق وطموحات الدول الناشئة زي مصر وغيرها في انها تدعم هذه الفكرة. ومصر لديها تصور انها تعاون وشراكة مع كل الدول، وكمان لديها تصور في اصلاح النظام الاممي بشكل يكون اكثر فعالية فيما يتعلق بالاقتصاد ومثل هذه المنتديات. والحقيقة في 10,000 شخص سجلوا في هذا المنتدى من دول العالم اللي هتبث الحقيقة اعماله بلغات الامم المتحدة الستة، ودي كان مصر استبقتها الحقيقة بجولات و افتتاحات مختلفة وفعاليات مختلفة ثقافية، لأن جزء من منتدى الحضاري هو التمهيد اللي عملته مصر من عروض ثقافية وسياحية في مصر الخديوية، في مصر القديمة، في مصر في متاحف مصر، وما يبقى فيه 10,000 يعني عرض مشاهد التراث والقاهرة. وكمان الحقيقة حجم ما تحقق فيما يتعلق بالتعامل مع التراث والتعامل مع الصيغ المختلفة الخاصة به تطوير حماية وصيانة التراث الإسلامي والقبطي والفرعوني يعني مصر الفاطمية وغيره. نعم. وده بيعكس تنوع في هذا الأمر، فالحقيقة كمان هتبقى فرصة لأنه مصر تستعرض يعني تجربتها التنموية والعمرانية فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع اللي تم إنشائها على مدى السنوات اللي فاتت، خطوط النقل، خطوط القطارات، فكره التعامل مع البيئه وازاي نواجه التغيرات المناخيه. صحيح. وكمان حمل الافكار التنمويه والافكار التحضريه. نعم. ما يتعلق كمان بافريقيا نفسها
وان مصر دايما تتحدث باسمها وباسم افريقيا وباسم صحيح، ونتمنى ان شاء الله ان يكون منتدى يعني مثمر وناجح. 52 دوله، 115 عارض، 6 جلسات و9 محاضرات، رؤساء دول هيحضروا، فان شاء الله يكون منتدى ناجح ومثمر ومفيد. اشكر حضرتك شكرا جزيلا، كاتب صحفي الاستاذ اكرم القصاص، رئيس مجلس اداره اليوم السابع.